اول ما بلشنا بفطر المحاره المشروع هون بريف حلب الغربي، بلشنا ندور على مكان مناسب يعني لانتاج الفطر المحاره، ولقينا المكان يعني الانسب بالنسبه لكثير امكن يعني التقيناها وعملنا لها سلم علامات ودرجات انه هذا افضل من هذا، لحتى انتقينا هالمكان هذا المعزول والرطب، ممكن يعني يامن شويه رطوبه يعني ذاتي خصوصا بفتره الشتاء، وتدفئه عزل يعني كمان معزول، ومع كل هالشيء يعني جبنا مدفأة على شودير مدفأة، وصلنا ندفي يعني كمان بفترة الشتاء الماضي. تأمين المستلزمات بلشنا بعملية الإنتاج الفعلي. الإنتاج الفعلي بتبدأ بنقع التبن كل يوم مساء، بيتم نقع التبن بكمية معينة من زينة بالميزان ونسجل وزنه، ولتاني يوم الصبح بنشغل وسيلة الغلي اللي هي بوابير على مادة الكاز، أفضل يعني لاحظنا أنها الطريقة أفضل طريقة يعني للغلي، ولو أنه مكلفة بس يعني عم يعني ممكن بالأرياف ممكن يشتغل على الحطب كمان، بس بالنسبة لنا كمشروع كبير عم نستخدم الكاز. الخزانات خزان للنقع وخزان بيتم عملية النقع، خزان النقع بننقل بالمدراي على خزان الغلي، الغلي يعني النقع لمدة 8 ساعات على الأقل، الغلي لمدة بعد ما تفور المي، طبعا مو غلي يعني بنحط شبك بقلب الخزان على ارتفاع معين، بنحط مي تحته وعلى البخار اللي عم يغلي، المي اللي عم تغلي تحت الشبك بيطلع بخار، البخار بنتركه لمدة نصف ساعة لحتى يعقم التبن المنقوع، وبنفس الطريقة بيتصفى يعني بيتصفى وبينغلى بنفس الخزان، وبننقله بعد ما نغلي بنغطي بنايلوني، طبعا خزان الغلي بنغطي بنايلوني، وبننقله على شبك التصفي، اذا كان في ماء زائد بنجمع فوق الشبك التبن المغلي بيتصفى بالبراميل اللي تحت البرميل المفتوح اللي تحت الشبك المسقط. بعدين المرحله الثانيه مرحله خلط الجبس، مرحلة خلط الجبس بنسبة 4% عم نخلط لحتى نعدل الحموضة، طبعا عندنا مقياس حموضة، لاحظنا كيف مقياس الحموضة قسنا حموضة التبن، طلعنا نضيف جبس لحتى عدلنا الحموضة ل 7.2 تقريبا، من 7.2 ل 7.5.